راه هو قال ان شاء الله، قال الحمد لله يخرج يدبر على راسو، تا كنت عاود عاد تجمعو خصك جواز التلقيح. الله يا الحبيب ديالي ما تقدرش، اذا كنت بنادم عطيني التلقيح غيضربك. ماشي مفريضه يعني، شكون تينا؟ يعني ماشي عندنا حتى الصفه قانونيه اننا باش نوقفوا لك الين في الطريق في الباب، حقا واش عندك جواز تلقيح ولا ما عندكش، فهمتيني؟ حنا جوزنا كورونا فهمتيني، محنين ودابا كيزيدوا محنونا والسلام. لا الحبيب ما نقدرش، هذه مساله السلطه خصها تكلف بها الحبيب ديالي، انا ما نقدرش يا اخو كيصبح شاعل على الصباح انا نقول له راه تعرف انا لا شكون تايقول لي المرضي ديالي باش انا نعطيك شكون لا انت حتى من المحل ما يقدرش، هذه راه مساله خصها تدرس اولا خصها السلطات، واذا كان هذا الشيء بصح انا باقي ما عرفتش شنو كاين، خصها السلطات تدرسها وتحللها مزيان وتشوف الناس اللي كتنوض على الصباح كيفاش عاملها، واش فهمتي ولا؟ عاد ديك الساعه طبق عليها بحال طبقوا عليه من 12 النهار من فوق، هذيك كيكون صافي ناضي مدخن، تقول له راه الجواز ويضحك، اما في الساعه على الصباح راه لا مشعشع وما كيتفاهمش مره، حنا امصر وعرفتي ولا كتنزل له القهوه وكل شيء وهيداك وكيغنزر فيك. ايوا ما تقول له ما زعما المساله شويه شويش ماشي هي هذه، لا كتحرج اخر عاد توقف علي بآرة الجو، ما عندها يعني هذا تفكير شويش ماشي هو، انا جاني ماشي هو هذا، راه هو قال ان شاء الله، قال الحمد لله يخرج يدبر على راسو، تا كنت عاود عاد تجمعو خصك جواز التلقيح. الله يا الحبيب ديالي ما شويش يجب إعادة النظر في هذه المسألة هذه يا الحبيب ديالي. يقدر يضربك شي واحد، يقدر يدير معك شي واحد شي دراما اللي ما وصلتيهاش انت هنا، في نص اللحظة هذا الشيء هذا كل شيء صالح لا لنا ولا لأي واحد. ومزيان يعمل التلقيح، أنا بنفسي وكان ما كان شيء صالح ما نقدرش نعملو أنا، يعني هذا الشيء هذا كل شيء داروا في الدار داروا في هذه في هذه، يعني أنا براسي هذا الشيء هذا مزيان ليلي وليلك، كيحميك أنت وكيحميني أنا. ما تقدرش تقول له يعني كاين بنادم كبير عليك كاين بنادم صغير عليك كل واحد في المستوى ديالو، انا القرار ما تقدرش، اذا قلت لبنادم عطيني التلقيح غيضربك. ماشي مفريضه يعني، شكون تينا؟ يعني يقول لك تقول له عطيني جواز التلقيح باش نسخن قهوة غيضربك. واش هذا يعني السلطه اللي هي خصها تكون الواجب ديالها، هي خصها تقوم بالواجب ديالها. اش كنقول لك اخي، حنا كمستخدمين القطاع الخاص يعني ماشي ما عندنا حتى صفه قانونيه اننا باش نوقفوا لك الين في الطريق في الباب، حقا واش عندك جواز تلقيح ولا ما عندكش، فهمتيني؟ لاقاش هذا ماشي من صالح دي اصلا انا كمستخدم او لا كمول المعال، يعني الناس خاصها تخدم فهمتي؟ يعني ماشي بحال الادارات العموميه او لا هذا، يعني الانسان من الضروره انه خاصو باش يلحق يقضي المصالح ديالو الشخصيه خاصو يدلي بالجواز ديال التلقيح. اما بالنسبه لنا حنا يعني ماشي في الصالح ديالنا، الانسان توقف له في الطريق يا اما غادي يمشي لبلاصه اخرى يا اما يعني ماشي في صالح المعال ولا هذا باش تقدر. فوالا الناس العقليات كتختلف، من هذا يقدر كاين اللي غيتجاوب معك يعني بمنطق ايجابي وكاين اللي ما غيتجاوبش معك اصلا، يقدر ينفع يقدر بزاف الحوايج، كليان انك باش توقف له في الطريق ماشي من الصالح ديالو ولا ديالنا فهمتيني، لاقاش هو غادي يتعصب يقدر ما كتعرفش كيفاش يقول لك المحل ديالي هذا انا كنمشي ونجي هنا، ما يمكنش انت غتجري عليا ولا فهمتيني وغتحبسني، وديك الساعه تمشى ما عاودش يرجع، يعني كليان انا انت حرمتيه من واحد المحل ديالو فهمتيني. ما نقدرش انا نطلب جواز تلقيح لمنادم، ما عنديش حتى شي دخله في هذا الشيء هذا، يمكن شي واش اخر غايزين عندي نتقهوى انا كنترزق الله وغاي فهمتيني وغايزي نقول له راه الورقه التلقيح عاد باش يتقهوى ويكون ما عنده شي او لا كذا يلقى عنا مشكل، ما كاين حتى شي قانون لا نقدروا حنا نهتكوا نوقفوا الناس قولوا لهم لا او لا ايه، هذا الشيء هذا الشغل ديال الدوله بحال غنجريو على الناس كاملين فهمتي، الا كان المخزن كيجي كيعمل اجراءات ديالو هذه كتكون الدنيا هانيه مزيانه. حنا جوزنا كورونا فهمتيني محنين ودابا كيزيدوا محنونا والسلام، هذا شغل ماشي معقول هذا الشيء، هذه الدولة خصها تتحمل المسؤولية ديالها بهذا الشيء هذا. قلت لك أنا الواقعة هذه عيدة بعد وقعت لي واحد خمسة دقائق تخزن القهوة، قال لي كاميرون راه كيدوروا على الدارية هذا، زعما ممنوع تخوض قهوة في قهوة بلا جواز تلقيح. ودابا هادشي هذا خصو واحد شوية ديال الوقت لابد من أمور التصلاح ويوصل هادشي هذا نرفضوا مثلا نكليان القهاوي ولا المطاعم ولا التساندويشات وتدريجيا شوية بشوية.
واش غادي نقول لك اخويا؟ داكشي اللي حسب التعليمات اللي عاد توصلوا بها هما. اذا فرضوا ما تتوصلوا بشي تعليمات بان ما يدخل ياخذ نقاوه تيعطيوه الجواز تلقيح عيفرضها عليا، عنقول له صافي سمح لنا اخي. الا فرضها عليك عنقول لك اسيدي حنا فرضوها علينا ما تدخلش، كي تما هو كيتحمل المسؤوليه الا وقع شي مشكل بينه وبين مول القهوه ولا مول المطعم ولا كذا، كي تما مشكل غيوقع غير في القهوه. فين هو عنفرضوا مثلا حنايا فين هما اللي مسؤولين على هذا الشيء ديال التلقيح، على الامور ديال التلقيح؟ يعني الانسان عنفرضوا مثلا لا حنا مع الاصلاحات، يعني هذا الشيء خصو يمشي تدريجيا، اليوم شويه وغدا شويه وبعد شويه حتى كيوصل ماشي دقه نورمال عادي. ملي كتوصل الفكره كل شيء كتكون الامور مزيانه. ولكن علاش جلستي في الطيراسه وخليتي تلقاه؟ انا خليت قهوه لان قال لي كيدوروا كيجيو. انا ما عرفتش عليا برضو مثلا عايزين تما، عقل علاش جالس هنا؟ نقول له هذه الحومه ها الدار ها القهوه، انا 20 عام وانا كنجلس هنايا. حق اليوم وصلتني هذه الفكره هذه، ربما غدا ما نمشيش تما او لا سنعمل مع الطيراسه. انا مع الطيراسه. شكرا بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.